مساء سعيد. اليوم بغيت نتكلم في موضوع اللي عنده علاقة بالمنظومة ديال مغاربة العالم، لأن لاحظنا أو لاحظتوا في المدة الأخيرة هناك تطاول على الملفات ديال مغاربة العالم. وإذا قلت التطاول فالتطاول على هذه الملفات من طرف بعض المتطفلين، لأنه مع الأسف هناك ما هو أهم، لكن أننا نبحث عن المتطفلين باش أنه يميعوا النقاش اللي داير داخل المنظومة ديال مغاربة العالم. وهذا النقاش اللي داير واللي خصو يكون هو أننا كيف نرى مؤسسات مغاربة العالم مستقبلا بعد هذه الجائحة ديال كورونا، لأنه لا يعقل أن المنظومة ديال مغاربة العالم تبقى تشتغل بهذه الطريقة ديال مجموعة ديال الكائنات ديال المريقية. وأقول المريقية لأنه الجائحة ديال كورونا أبانت وبينات وظهرات أشكون هو يا الحقيقي وشكون هو يا المريقي، لأن من هو الحقيقي وهو الذي يقف مع المظلومين في الوقت الشدة، ماشي اللي تبحث عن المرقى أينما كانت. فما أصابنا في هذه الجائحة ديال كورونا وبين الوجه الحقيقي ديال الحكومة المغربية وديال المؤسسات المغربية، هو أننا اكتشفنا أن الخطاب الرسمي يختلف كثيرا عن الواقع. فالآلاف ديال المغاربة من بلدان الإقامة اللي بقوا عالقين في المغرب واللي بقوا معلقين في المغرب، والحكومة تتفرج عليهم كان أنه تقوم إلا بتسهيل الخروج ديالهم، لأن دول الاستقبال ودول الإقامة كلها كانت مستعدة ودايرة برنامج باش ترحلهم، لكن حكومتنا الموقرة ما خداش بعين الاعتبار أنها هدمات ما بنيناه سنوات. فالعلاقة الآن بين مغاربة العالم والدولة المغربية أصبحت واحد العلاقة اللي هي مهزوزة، أصبح واحد الجرح كبير اللي أن باش تداويه خصك سنوات، لأن باش تقنع هاد الأجيال ديال مغاربة العالم أن ما قامت به الدولة المغربية من إجراءات احترازية واللي أنها تضروا منها هم مغاربة العالم في المغرب، اللي كاين اللي فقد الوظيفة ديالو، الإقامة ديالو، السكن ديالو، وكاين اللي برا تنهضر على المغاربة العالقين برا حتى هما فقدوا حتى هما السكن وفقدوا الشغل ديالهم. هاي بالنسبة لمغاربة العالم أننا فقدنا دك الحنان والحنين لدك الوطن، ماشي الوطن ولكن هذوك المسؤولين ديال ذاك الوطن، انهم ضربوا ما بنيناه سنوات في الصفر، واصبح الان صعبا انك باش تقنع واحد من مغاربه العالم ان الدوله المغربيه انها تتستقبله وتعطيه جميع الامكانيات، لانه ما كاينش هذا واقع الان اللي لمسناه واللي شفناه عن كتب. لأن حتى الآن كاين واحد التذبذب في الموقف المغربي في القضية ديال المرحبة أو في القضية ديال فتح الحدود، لأن هناك مجموعة كبيرة ديال المغاربة العالم اللي باغيين يمشيو يشوفوا العائلات ديالهم، الآباء والأمهات اللي مريضين اللي على فراش المرض، كاينين اللي في فراش الاحتضار. والإنسانية ديال الحكومة المغربية انعدمت، لهذا فكما قلت لا يجب أن نترك الباب للمتطفلين على الملفات ديال مغاربة العالم، ولنا حديث وكذلك لنا ندوات مستقبلا باش انه نبلورو واحد الخطة ديال العمل
ديال مغاربة العالم ما بعد جائحة كورونا. وشكراً.